فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: رجل يكبر بعد السلام من الصلاة، يكبر 3 تكبيرات، وعندما سألته عن دليل ذلك أفاد بأنه قد ورد في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا لا يعرفون انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، وأن التكبير عبارة عن الذكر، عن الذكر بعد الصلاة يسمونه تكبير، وذلك بالتهليل والتكبير وإلى آخره. نعم.